الحقيقة انت موقفك صعب قوي يا سلمى، بس في حاجة مهمة قوي عايز اقولك عليها، ممكن تبقى في صالحنا الى حد ما. البنك مش هيطلب مننا اي مطالب قبل سنة من دلوقتي، لان ميعاد السداد اللي موجود في الورق مدينا فترة سماح لمدة سنة، وبناء على الورق اللي قدامي والكلام اللي انت اكدتهولي ان المشروع قائم بالفعل، وان اللي اسمه ايهاب ده عامل حسابه انه هينصب كده كده، لان هو باع الشيكات للبنك وعن طريقها خد القرض، والفلوس الفعلية للمشروع اكبر بكتير من الفلوس اللي هو كان هيستلمها، يعني كده كده كان عامل حسابه ان هو ياخد اكبر كمية من الفلوس ويهرب، فما صدق الاقي حد يلبسه الليلة، فلبسك انت الموضوع ملقاش اسهل منك عشان يلبسك الليلة كلها. كل الكلام ده كويس، انا بقى اعمل ايه؟ الموظفين مستنيين فلوس بتاعتهم، البنك كده كده هيطلب اقساطه الشهر ده السنة الجاية، وانا اللي هلبس الليلة، الباشا خد قرض باسم الشركة اللي انا صاحبتها، وانا اللي كنت هطير من الفرحة. قال ايه؟ جايب شبكة مفيش عريس جابها لعروسته قبل كده في الدنيا دي كلها، ضحك عليا ابن الكلب. طب اهدي بس، المهم دلوقتي اللي انا عايز اعرفه، هو لسه في مصر ولا خرج بره؟ وده بيفرق في ايه؟ هيفرق كتير، هنجيبه ونرغمه ان هو يرجع الفلوس اللي خدها ونسوي المشاكل اللي بينك وبينه. هو هيعمل ليه كده؟ ده ما صدق لقى واحده هبله زي حالاتي تلبس الليله دي كلها. ما تقلقيش يا سلمى، ان شاء الله كل حاجه ليها حل، المهم عايزين نوصل لخيط يوصلنا لإيهاب، حد من معارفه، حد من قرايبه، اي حد يوصلنا ليه. وفي حاجه مهمه قوي، لازم نقعد مع بعض ندرس الموقف بالكامل. استني، مدير البنك اكيد متواطئ مع ايهاب، لان ايهاب هو الممول الحقيقي للمشروع، ازاي وافق يدي القرض لايهاب والشركه مكتوبه باسمك؟ يبقى اكيد متواطئ مع ايهاب واخد جزء من الهبشه اللي خدها ايهاب، فاهماني؟ يعني تفتكر ان انا ممكن اخرج من الورطه دي؟ كل حاجه هتعدي ان شاء الله، اهم حاجه سلمى مش عايز اي حد يعرف باللي حصل في الشركه، والشركه تمشي عادي جدا كان مفيش اي مشكله ولا حتى اي حد من الموظفين. اهم حاجه انا عايز كشف حساب من البنك سحب وايداع بالفتره اللي فاتت دي كلها. هحاول. وعايز نسخه من الاوراق دي كلها بعد اذنك. حاضر، بكره ان شاء الله هتكون عندك. ان شاء الله. لحظه. يا سلام، ايه يا عم هو عمل ابونيه هناك؟ ايه اللي حصل تاني؟ اوعى يكون الواد بكره. طيب هاجيلكم يا عم. الله يخرب بيتك على بيت حسني على اليوم اللي شفتكوا فيه اصلا. سلام. سوري يا سلمى، انا هضطر امشي دلوقتي وبعدين هكلمك. مع السلامه. انتي لسه قاعده؟ يلا يا بنت ابوك خارج، عايزين نمشي. بصي انا مش رايحه. نعم يا اختي، هو هزار ولا ايه؟ قلبي مش مرتاح، انا مش عايزه اروح، مش مرتاحه. نعم قلبك مش مرتاح؟ لما كان المنكوس عليه العين كان قلبك مرتاح، ولما بقى الراجل الغني اللي بينا وبينه خطوه تقولي قلبك مش مرتاح؟ قلبك واكلك يا بنت؟ ده مهر 70,000 جنيه، واحنا عمرنا ما شفنا ال 100 جنيه على بعضها شكلها ايه؟ وراجل ماله هدومه وفيلا وشركه وفلوس في البنك بالملايين. اه يا اختي، وبعديها شهرين ثلاثه ويطلقني. وحياتك ابدا ما هيحصل، وحياتك ما هيسيبك ابدا. اسمعي كلامي. طب انا قلت لك ايه غلط؟ مش انا كل حاجه بقول لك عليها بتطلع صح؟ مش انا قلت لك سيبك من ابنه وخليكي مع الزغلول الكبير وهيمشي وراكي بالمشوار وحصل؟ صح؟ يلا بقى يلا بقى قومي بقى يلا يلا. حلوة النكتة دي يا جديدة. تتجوزني بتاع ايه؟ حب يا نيبو. والكلام السام اللي انت كنت قاعد بتتكلمه علي ده ايه؟ مادام انا وانت ايدينا بقوا في ايدين بعض يبقى خلاص، انت في نظري زي الفل. وانا ايه يا اخويا اللي يخليني ارمي نفسي في كمينك؟ ده انا ما صدقت خلصت من الزفت اللي اسمه جابر. يا بت انا وانت حاسس ان احنا هنبقى جامدين قوي مع بعض، انا متاكد من كده. وحسني هيسيبك؟ اه انا عايزك بقى عشان حسني ده، انا عايز اعمل اللي يخلي البيت كبير ينطرهم، وابقى انا وانت بس اللي في الوش. وده دخله ايه بالجواز؟
عشان ابقى مطمن يا نيبو. لا مؤاخذه يعني، اصل مفيش حد بقى بيضمن اخوه في الزمان ده. وانت هتضمني بقى لما تتجوزني؟ انت شايف كده يعني؟ ده انا مش شايف غير كده، بس انت جربيني. افكر. صلاه على السلة. عمر الدنيا ما نصفتني، الدنيا عماله تمطح فيا يمين وشمال. انت عارفه بيقولوا الدنيا دي عامله زي بلاص المشي، تفتح النفس لكن كلها دود. ده انت باين عليك تعبتي قوي يا بت يا تميمه في حياتك. قولي اتمرمط. امال ابوكي وامك فين؟ شوفي يا ستي، انا عشت حياتي كلها واتجوزت راجل طلع عيني وعين اللي جابوني، وفي الاخر اكتشفت ان انا بنت حرام. او النبي طلعت بنت حرام، لا اعرف لي اصل ولا فصل. ما تاخديش في بالك، انا طول عمري كده عايشه في غم وهم. انت عارفه العيال اللي بتشمك كلها، انا عامله زيهم. ان عشت يوم كده من غير هم ما اعرفش اعيش. طب قولي لي ايه اللي حصل بالظبط اما الزفت جابر حطك في القبر؟ بعد الشر عليكي كده يا شيخه نونه، انت عارفه يعني الواحد لما يتقفل عليه باب قبر يبقى مش فاضل له حاجه كده غير ان هو بس الملائكه تحاسبه. يا لهوي يا لهوي على اللي جرالي واللي حصل لي. حسيت ان مفيش حاجه تستاهل، وان انا مضيعه عمري كله بعافر عشان اخلص من جابر، ورايحه يمين وشمال عشان ادور على امي وابويا. بس لما نزلت تحت القبر وبقيت لوحدي افتكرت كل كلمة كان بيقولها الشيخ زياد في خطبة الجمعة. عرفتي يعني ايه في القبر محدش هينفعك؟ لا امك ولا ابوكي ولا اخوكي. تعرفي يا ست نونة، اول ما اتقفل عليا باب القبر الدنيا اتسدت في وشي. اول مرة اشوف كومة عظم، البني ادم شوية عظم ولا يسوى اي حاجة. بني ادم اللي عامل فيها فرعون متجبر ومتكبر، عايز ياخد حقه وحق غيره، بيدوس على الناس ويذلهم. وهو شوية عظم لو أمه وأبوه شافوه حتى مش هيعرفوه. اتعلمت كتير قوي، الواحد في الدنيا دي مش محتاج غير اللقمة والهدمة، والزيادة على كده يبقى طمع. وعلى رأي المثل، الدنيا مع مين؟ مع العمي والمكسحين. بس الدنيا ما تحبش يديها وشه تدوس عليه، الدنيا تحب اللي يعافر ويدحر فيها. يعافر؟ ومين عافر مع الدنيا ما بلعتوش في بطنها؟ هتخليكي فوق، محدش يقدر يدوسلك على طرف، هتخليكي قوية، مفيش واحد زي جابر الواطي يقدر يعملك حاجة. هو انت عايزة مني ايه بالظبط؟ الناس اللي جولك في الزار وشافوا اللي بختها مال والشياطين مبهدلينها مش هينسوكي أبدا. خلاص هم صدقوا ان الجنية حبيتك وان الغيب بقى في جعبتك. ايه بس الغيب ما يعلموش غير ربنا. مديحة مش هتسكت، هتقول لكل الناس اللي يسألوها على اللي شافته، ازاي بتي في القبر يوم بليلة وازاي خرجتي. خلاص انت بقيتي مبروكة والناس هتجيلك من كل مكان، واحنا شطارتنا بقى نستغل ده. على رأي المثل، الأعور في بلاد العمي كحيل العين. أعور يا بت؟ انت قمر، ده انت بدر بنور، ده انت طاقة خير ونور واتفتحت لنا. يعني الدنيا اتفتحت لي؟ بس انت قولي لها هاتي اللي عندك وهي هتديكي اكتر ما انت عاوزه، بس تسمعي كلامي. وماله؟ مش يمكن اتنصف؟ اهلا. المحروس بعتك بعد ما ولا ايه؟ ابويا فين؟ عايزاه. ابوك يا اختي متلقح جوه من ساعتها، من القهر والغم اللي جبتهوله. جبتيله العار يا بيت، خليتي الحركه كلها كلت وشه. هو يعني ايه اب؟
ان انا اتجوز واخلف وخلاص، ولا في حاجات تانية اهم من كده؟ تصدقي انا من ساعة الكلام اللي قلتهولي ده وانا عينيا ما دقتش النوم. ايه انا عملتلك ايه عشان استهلك؟ علمتك؟ لا. جهزتك زي اي بنت؟ لا. خدتك في حضني وحاجيت عليكي؟ برضو لا. عملت ايه انا عشان استاهل حبك؟ عملت ايه؟ لا. انا ما استاهلش حبك يا ليلى. النبي ما تقول كده يابا، ما تقولش كده. حقك عليا، هو انا اصلي كنت مخنوقه شويه وما كنتش عارفه بقول ايه. حقك عليا. هو فين؟ انت مش قلت ان هو جاي عشان يقابلني؟ هو فين؟ انا عايز اقابله، عايز اقابله عشان اقول له انك انت جدعه وبميت راجل. في ايه؟ في ايه يا ليلى؟ لا انا حاسس ان في حاجه. في ايه يا بنتي؟ قوليلي. مات يابا، مات. لا اله الا الله. متاخر قوي. الله، الحمد لله. باين الدنيا مش عايزاني ابقى بني ادمه وحد يحبني ويطبطب عليا زي الناس. هو مات يا بت ولا رماكي؟ ما تردي يا هانم. اسمعي يا نبيله، مالكيش دعوه بيا ولا ببنتي. امشي اطلع بره. اطلع ايه ايه ايه؟ طب ايه رايك بقى يا حبيبي ان انت اللي هتطلع بره انت وبيتك؟ الشقه دي بتاعتي يا عنيا. اتلمي يا نبيله، انا هم الدنيا كله فوق دماغي ونفسي الاقي بني ادم اطلع في غلي. بقول لك ايه يا اختي، انا ما بحبش اللي زيك بالذات يقعد في بيتي. البيت ده طاهر جامع، والنجاسه عمرها ما دخلته ابدا. نجاسه؟ هي وصلت للنجاسه يا نبيله؟ طالما كده بقى بعد اذنك يابا. طب تعالي بقى. يا بنتي عشان انت عامل نجاسه اللي على حالك. يا بنتي عشان سيبيني تغلطي فيا. يا دكتور ما في ايدك، سيبيه امري. يا بره، اطلع بره فيه. طلعها عينك، طلعها يابا، طلعها وما تخافش. ايه طلعتي من جنابك؟ يطلع مين يا دلعاتي؟ يطلع مين يا بنت؟ دي شقتي وباسمي وانا بقى اللي انت طالع يا نبيله. انت بتطلعني يا متولي؟ ايوه وغوري من هنا يا صرمه يا بنت الصرمه. انا صرمه وبنت صرمه يا متولي؟ طب ودين النبي ما انا سايبه حقي وحواريك انت وبيتك، ومش عايزاك لا انت ولا هي تقعدوا هنا يا عالم يا واطيه. اعلى ما في خلك اركبيه وارمحي يا روح امك. غوري يا متولي، يا شمام، يا خمارجي، فيها الروح وخلاص. يلا يا بنتي. طب عليا النعمه انت برنس البرانيس بجد والله. الماده الخامله البرمزه. ايه ده يا عم؟ انا قلت محدش هيطلعني غيرك صراحه. افوكاتو افوكاتو، اشتغل بعد كده يا محمد. خد بالك يا برنس، انا طلعتك المره دي عشان في خطا في الاجراءات. المره الجايه مش عارف هعمل معاك ايه. مش كل مره تسلم الجرع عم حسني. ترى يا عم، انا ما صدقت لقيتك، قلت اطلع اعمل عبق في كل حته. يا حسني انت صاحبي قوي، عينيا ليك في اي حاجه بس مش في كل حاجه. يعني المره دي اعتبرتك بتتعاطى سجارتين زيك زي اي حد. المرة الجاية مش هطلعك، اتفقنا؟ زي ما قلت لك ربنا سترها عشان في خطأ في الإجراءات. شكلك كده زعلت يا ميرو. يا سيدي ما زعلتش منك ولا حاجة، وعشان أثبت لك إن أنا مش زعلان منك أنا عايز منك خدمة. أنت تقبل. بص يا سيدي، أنا رحت للواد جابر سألته على تميمة، قال لي ما يعرفش عنها أي حاجة، وأنا واثق إن هي عندك. فبعد إذنك أنا طالب منك طلب صغير قد كده، وساب الموضوع في عينك، اعمل خير ولو مرة واحدة في حياتك، اعرف لي تميمة فين. كان على الخير ما تقلقش، الخير مالي قلبي ومدلدع على اللي حواليا. أنت بتكذب قدامي. برافو، برافو عليك، عجبتني بصراحة الحركة. صحيح بقول لك
خد المبلغ ده. ده مش عشان انت عديت بالعربية. لا. عشان انت فكرت. وانا يعجبني الواحد اللي يفكر. بالمناسبة الفلوس دي ليك انت و اسمه ايه؟ حسن يا باشا. انت وحسن. يعني اسموها مع بعض النص بالنص. طبعا يا باشا النص بالنص. ماشي. تمرش بقى حاجة. عايزكم تشد حيلكم قوي. وتركزوا قوي. وتشغلوا مخوكوا قوي. قوي. يا باشا احنا تحت الطلب نزل. السلام عليكم. وفين يوجعك يا نبيله ولا همني. صدقي ان انا كان لازم اعمل اللي عملته ده من زمان. ده زعل الدنيا كله راح في ثانيه عشان ظلمتك. وانت كمان حسيتي اني خدتي حقك من اللي ظلمك. شيخه منها لله تروح في داهيه. ده انا قلبي كان بيرقص على الرغم ان انا زعلانه على حسام الله يرحمه، بس برضه زعل الدنيا كله راح في اللحظه دي. بس هي مش هتسكت. زي ما قلتي لي ان ابوكي حط اسمها في عقد ايجار الشقه، يبقى اكيد هتيجي وتطلب حقها. يلا تعمل اللي تعمله تروح في داهيه. انا هفضل قاعده في شقه حسام الله يرحمه. مستنيه حد؟ لا. استاذ سمير؟ عليا ازيك؟ ازيك؟ ممكن ادخل؟ طبعا اتفضل. ايه ده انت عندك حد؟ واحدة صاحبتي. طب اجي في وقت تاني. لا 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 ده انا كنت عايزاك، كنت لسه هكلمك عشان عايزاك في موضوع مهم. اتفضل. ماشي. شكرا. شكرا. اتفضل. انا دورت لك على شغل. في الشركة اللي طلبتها منك؟ الحقيقة لا. دول طالبين مؤهلات معينة ودرجة علمية معينة. يعني مش هينفع؟ للأسف لا. طب هما طلبوا مؤهلات ايه؟ تجارة. خريجين تجارة انجلش او اي او سي. بس بصي الشغلانة اللي انا جايبها لك حلوة قوي. والشركة ما تقلش عن الشركة اللي انت طلبتي تشتغلي فيها. انا متشكرة قوي لتعبك وهفكر وارد عليك. طيب ماشي. لو احتجتي حاجه اتصلي بيها. طبعا. انا اسفه نسيت اقولك تشرب ايه او لا 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 مفيش. لا ازاي الشاي جاهز اهو. اتفضل. لا ميرسي. مره تانية بالاذن. اتفضل. اتفضل. شكرا يا عادل. السلام عليكم. عليكم السلام. ما الواد لذيذ هو عينه منك يا اختي. نقطيني بسكاتك انت كمان. الله يعني انت تمام مش واخده بالك؟ مش عايزه اخد بالي وماليش نفس. شوف البيت. ايوه سلمى ازيك؟ اتفضل. أنا جبت لك صور الملفات وجيت حسب الميعاد. طب كويس أوي. أنا كنت هتصل بيك أفكرك. هو أنا هنسى أبداً. اتفضلي. بقولك إيه، أنا هعمل قهوة أعمل لك معايا؟ لا ولا حاجة. أنا ماليش نفس لأي حاجة من ساعة اللي حصل والله يا أستاذ أمير. أستاذ أمير إيه يا بنتي؟ يا بنتي إحنا ولاد حتة واحدة. يعني ينفع أقول لك أنا يا أستاذة سلمى؟ عايز الحق. أنت لو كنت قابلتني من أسبوع واحد بس كنت هقول لك قول يا استاذة سلمى. التقدير مش بالألقاب خالص على فكرة. اتفضل. أيوه. صباح الخير يا أستاذ أمير. صباح الخير يا مريم. ازيك؟ إيه الأخبار؟ تمام الحمد لله. سعيدة. ازيك؟ الحمد لله نشكر الرب. مفيش أخبار عن تميمة؟ لا خالص. مش عارفة أوصل لها. طيب أنا كمان كنت جاية أعزمك على حفلة أغني فيها. تحب تيجي؟ طبعاً أحب. أنا سايبة الدعوات مع بابا. أوكي؟ طيب. أوكي. طب أنا همشي؟ أوكي باي. باي. سلمى أنا سوري جدا آسف. لا لا خد راحتك. أنا مستنية. اتفضلي. هم اتأخروا كده ليه جوه؟ أنت بتسأليني أنا؟ مش عرفوني. أنا مش طايقة. عايزة أمشي. يا بنتي اصبري. إيه؟
اصبري لما نشوف اخرتها ايه. بعدين يا بنت بصي بصي الجمال ده كله هيبقى بتاعك يا عبيطه. هات يا خالد. اتفضل يا فندم. ست كريمه. ايوه يا بنت. اتفضل. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. ايه؟ انا قلت ما بحبش الزيطه ها؟ خلاص خلاص يا سعاده البيت، بس ده انا من الفرحه عايز ارقص مش ازغرط، لكن طالما انت مش عايز خلاص. بس تعرفوا انا كمان كان نفسي يبقى ابوها موجود. ابوها ده مين؟ انا الكل في الكل واللي اقول عليه يمشي. بس لو مؤاخذه يعني كده، واحنا كده كتبنا رسمي؟ اه طبعا كتبنا رسمي، وان شاء الله القسيمه لما تطلع استاذ خالد هيجيبها لكم. انا بحب كل حاجه اعملها تبقى مظبوطه بالشعر. خالد. ايوه يا فندم. وصل الاستاذ، ولما تاخد منه الاسايم ابقى ادي نسخه للست كريمه او لهاله. تحت امر سيادتك يا فندم. اتفضل. هتوحشيني هتوحشيني يا حبيبتي. ايه ايه؟ احنا قلنا ايه؟ مش قلنا ما بحبش الزيطه؟ اتفضلي. مامتك ظريفة قوي. أنا عايزة أمشي. ليه؟ أنا ضايقتك في حاجة؟ لا، أنت ما ضايقتنيش. بصراحة أنا اللي عملت. أنا مش طايقة نفسي. طب ليه؟ يعني أنت من جواك دلوقتي يعني بتقول عليا إيه؟ إيه السؤال ده؟ وبعدين ما تزعليش مني. يهمك في إيه؟ أنا بقول عليكي إيه ما دام إحنا سوا؟ شوفي يا هالة، أنا هقول لك حاجة تخليها حلقة في ودنك مهما طال الزمن. لما تخطي خطوة كمليها، أوعي ترجعي فيها مهما كان. أنت عارفة إنك جميلة أوي، ولفت نظري من أول ما شفتك. ما حسيتش بكده الصراحه. يعني هقول لك تاني، لو حاجه عجبتك ونفسك فيها اوعي تقولي انها عجبتك ونفسك فيها. عارفه ليه؟ ليه؟ لانك لو اعترفت بده هيبقى صعب قوي ان الحاجه اللي نفسك فيها تملكيها بسهولة. تعال. مكانك يا جبور. الله يا رب اني حمواته. اتخيل امور تبقى مين يا روح ام؟ تبقى مين يا هات البتاع دي؟ اخشع يا اخشع اخشع تموت مين؟ انت تعرف تموت فرخه؟ ها؟ امك كلمتين مفيش غيره. تميمه فين؟ والله العظيم ما مش عامل استاذ يا عم صاحبكم. هو في بيني وبين امرأة انا عايز اعرف. انا عايز اعرف. وطي صوتك ياض الميتين يصحوا. يهمك قوي تعرف؟ طب جاوبني بقى على السؤال الجاي ده يا حبيبي. خدامك يا عم حسني. قول لنا بقى ايه اللي بيننا بويا وبكره؟ الله اعلم. والله ما اعرف يا عم حسني. شوف انا مش عارف حاجه اهو. قول يا خلاص انا بعرف يا عم حسني. اشمعنى صوتك وقتي دلوقتي؟ بس بس فين؟ اهو في الحل اهو. انت جبته لنفسك بقى يا روح. يا عم كنت ربنا كان ده ما تعرفوش. طيب يا عفاريت انا هحكي لك. عندك الغضب ريح رجلك عندك. الخطوة ريح ياضي بيقول ريح ياه. ما يمكن ربنا خدها وانتوا ما تعرفوش. ريح ياه. بسم الله الله اكبر. قلبي قلبي يا عم حسني. قلبك قلبي والله تعبان. انت تعبان دلوقتي وعم حسني دلوقتي ها؟ والله تعبان. عم ايدك يا عم حسني والنبي. بتعمك بس ياد بس يالا بس ياه. بتعمك ياه. خدامك خدامك قدامي. اخشع بقى وانطقلنا بقى. هتحب ايه بقى؟ تحب تموت ازاي؟ ولا بقى حرام عليكم والله لازم بعرف حاجه. لا يا نقي موته حلوه كده. الله يخرب حلو يخرب بيتها ويومها
واللي ما لهاش دافيه. امسك بقى، احنا نطفي فيه سجاير الليله دي ونقعد بقى نعفر ونطفي فيه. لا ودمع ابو حسن بلاش طفي. انت تحب اولع بيك الجوزه؟ لا بلاش ودمع ابو حسن. امال نعمل فيك ايه بالظبط؟ بس سيبوني يا ابو حسن ودمع. تحب انت منين يا ريس؟ خش على صوابع رجليك. بلاش بلاش. لا ودمع ابو حسن. لا ما تخافش ما تخافش. لا انت بتلزع على اسره صغيره بس كده. لا ودمع بلاش حب. والله على على طول اقول يا على طول على طول ما اعرف يا ابو حسن. قلت شهور خلاص. اسيوط شكله مش عارف حاجه كده. اه والله بعرف. طب ايه؟ لا سيبه كده، ممكن الدابه تعدي تقرقط فيه شويه. ادخل خدامك يا حسن. ادخل خدامك. ادخل عايزاني اعمل ان انا على علاقه بالجنيه اللي اسمها لوليا دي؟ هو ايه المشكله؟ انت خسرانه ايه؟ يعني ده ما بقاش اسمه نصب. ضحكتيني. ده البلد كلها ماشيه بالنصب. يلبس طاقيه ده ليه ده؟ مش فاهمه. افهمك انا؟ عارفه الناس اللي بتشتغل بالسياسه اللي كل شويه يروح يدوا الناس سكر وزيت وشويه فلوس في ايديهم عشان ينتخبوهم؟ عارفاهم دول؟ بسمع عنهم. الناس دي بتنصب بالمصطلحات والمفاهيم اللي محدش بيفهمها ولا عايز يفهمها. يا اختي انا مش فاهمه منك حاجه. انا كل اللي يهمني ان انا يبقى معايا فلوس زي بقيه الناس وخلاص واعرف اعيش. طب اقول لك على حاجه تانية. عارفه رجال الاعمال الكبارات دول؟ ايوه. تعرفي عنهم ايه؟ عارف انهم بيطلعوا في التلفزيون وبشوفهم يعني بالعربيات الكبيره دي في الشارع. طب يا فالحه العربيات اللي في الشوارع حد منهم نزل لك وقال لك خدي ده في ايدك اديكي حاجه اساعدك بحاجه؟ بلاش. الاعلانات اللي ماليه الشوارع بتاعت الفيلا والقصور والمطاعم والاكل الاشكال والالوان اللي عمرك ما دقتيه، تعرفي عنه حاجه؟ اعلانات ايه بس يا ست نونة؟ انا فين والكلام ده كله فين؟ انا اكتر حاجه بحلم بيها ازاي اخلص من جابر الزفت ده وابقى حره نفسي. عايزه تبقي حره؟ اسمعي كلامي. انت عارفه يا بنت يا تميمه اللي زيك كتير في الشارع ليه؟ تزعليش مني يعني، عشان كله قاعد ايده على خده زي ما انت قاعده كده ومقنتخ وعايز يجيله الغنى والهنا لحد عنده. محدش عايز يشتغل ولا يعمل حاجه، يعني العاطل وقاعد في بيتهم فاكر ان بابا نويل هيخبط عليه ويديله الشهريه اول الشهر، بيقول لك لا عكوسات ومعرفش مين عامل لي عمل، والبت اللي عنست ومحدش اتجوزها مش تصلح في نفسها، تقول لك لا جارتي عامله لي عمل، لا مش عارفه الجني اللي تحت الارض عاشقني. انا بقى بريحه مش اكتر. والنبي انا دماغي اتقلبت وما عدت فاهمه حاجه خالص. انا فاهمك، احنا مش بنضحك على الناس، الناس اللي عايز تضحك على نفسها. أنا آسف إن أنا جيت لك من غير ميعاد. لا يا فندم مفيش حاجة. خير؟ أبداً، كنت عايزك تشرفيني في الاسم، في كلمتين صغيرين كده كنت هاخدهم منك عشان أقفل بيهم المحضر. والله أنا لسه أعصابي تعبانة قوي. ممكن حضرتك تديني كام يوم معدي عليك؟ أنا سبتك اليومين اللي فاتوا عشان تهدي شوية. تحت أمر حضرتك يا فندم. يا ترى حسام ما كانش له أي أعداء؟ حسام كان طيب ومسالم وكل الناس بتحبه. وانا قلت لحضرتك الكلام ده قبل كده. انا سمعت ان انتوا اتجوزتوا قريب، كنتوا بتحبوا بعض؟ مش فاهمه ده علاقته بالتحقيق. اقري التقرير ده وانت تعرفي. مش فاهمه حاجه. تقرير المستشفى بيقول ان جسم حسام كان فيه اثر لكدمات وبعض الردود، وده كان باين في جسمه، وبيدل على انه تعرض للتعذيب والضرب المبرح قبل الحادثه. النيابه هتطلبك عشان تحقق معاكي، واعتقد ان في حاجات كتير قوي عنك عايزه تقوليها. حسني
تعالى عايزاك. يا سلام، ده انت تأمري. خلينا هنطلع فوق ولا ايه؟ ايوه، الموضوع اللي عايزاك فيه ما ينفعش نتكلم فيه في الشارع. لا ما تقلقش من الناحيه دي، انا كتوم كتوم يعني. طب انا مش عايزاك تقول لاي حد على الموضوع ده، ده سر بيني وبينك. يا بنت انا كبير، انا كبير. جربيني بس. طب تعالى. ايه في ايه؟ نريح شويه من السلم. الله، اقعد. بص بقى، انا عارفه انك صايع، وعارفه ان انت عارف الدنيا ماشيه ازاي كويس قوي، وعارفه ومتاكده ان اللي هطلبه منك ده مش هترفض تعمله لي. محدش يقدر يقول لك لا يا علي. البنت ليلى قالت لي قد ايه انت كنت واطي معاها، واللي انا عايزاك فيه ده محتاج حد واطي واطي. هنتكلم على الواطي انا؟ ايه؟ في ايه؟ انا عايزاك تزور لي شهاده التخرج. سمعت قلت ايه؟ لا قولي تاني كده. اللي انت سمعته، عايزه شهاده بتقول ان انا خريجه تجاره انجلش اداره اعمال، وبتقدير امتياز كمان. امتياز كمان؟ ده الشغلانه كبيره قوي. اللي انت عايزه. اللي انا عايزه يا اخي، ده انت طلعت واطي واطي. عموما اكون عند حسن ظنك وعند حسن ظن الواطيانه، انا عامل لك الشغلانه كلها من غير اي مقابل عشان خاطر المرحوم الله يرحمها فتح لها. ايه بس يا جليلة، مالك؟ ما تريحي نفسك شوية. مش قادرة يا عليا، دماغي هتنفجر ومش عارفة اعمل ايه. قولي بس في ايه. لو مش عايزة تقولي ما تتكلميش، خلاص انا مش هضغط عليكي، بس عايزة اقولك يا جليلة ان كاتمة في القلب وحشة. اقولك سلمى مزعلاكي. سلمى؟ والله ما عارفة اقولك يا عليا. يبقى هي اللي مزعلاكي، بس انا مش هقدر اقولك غير انك لازم تستحمليها، هي ملهاش غيرك، دي اختك. لا انت اخترتيها ولا هي اختارتك، انت الكبيره. وبعدين الحمد لله ربنا اداها اللي هي عايزاه، وهو بكره تتجوز وتبعد عنك وتريحي دماغك منها خالص. تتجوز مين وزفت مين؟ ده طلع نصاب يا عليا، طلع نصاب. ايه؟ زي ما بقول لك كده يا اختي، طلع نصاب ووقعنا في مصيبه، يعلم هنطلع منها ولا لا. بس انا عارفه ده ذنب فتحي الغلبان. بقولك ايه يا اختي، سيبك من الكلام الاهبل ده دلوقتي، كل واحد بياخد نصيبه، وبعدين ده ممكن يكون احسن لك واحسن له. خلينا بس في اللي حصل، احكي لي ايه اللي حصل وهتعملي ايه. والله احنا رحنا الامير ابن الشيخ زهاد وهو ماشي في الموضوع. على هم امير جدع ومحترم، وعلى ما اسمع يعني ان هو محامي شاطر، اكيد هيوجد لك مخرج في الموضوع. المهم يا اختي دلوقتي انا عايزه اشتغل ومش عارفه اعمل ايه. بصراحه نفسي مش جايباني اروح الكافيتيريا اللي انا كنت شغاله فيها. روحي، مش انت كنت كويسه معاهم؟ اه كنت كويسه معاهم، ولما سبتهم سبتهم بكل ذوق وشكه يعني. طب روحي وانت ونصيبك، مش بدل ما تقعدي تلفي على الفاضي. رايك كده يعني؟ اه طبعا رايي كده. طيب انا هقوم بقى، وبقي كلميني وطمنيني. جليله، انا ما عادش ليا حد غير اهل الحاره والناس الطيبين اللي زيك. ابي شقي عليا، طولي عليا طله كده من عليا.